أكد مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لوكالة تونس أفريق للأنباء قرار إنهاء مهام سفير تونس والقنصل العام لتونس بباريس، وبين أن هذا القرار يندرج في إطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، يهدف إلى إضفاء حركية جديدة للعمل الدبلوماسي. رئيس الجمهورية كانت قابل مع وزير الشؤون الخارجية في أكثر من مناسبة وحكى فيها على الحركة الدبلوماسية، كيفاش تنجم يعني تضفي نشاط كبير برشا، ودبلوماسية اقتصادية وسياسية، وأيضا حكى رئيس الجمهورية على مسؤولية السفراء في صورة تونس. أعطى توصية رئيس الجمهورية بضرورة المفاوضات الند للند مع مختلف الدول اللي يمثل فيها تونس. رئيس الحكومة أحمد الحشاني في الجزائر استقبلوا اليوم عبد المجيد تبون رئيس الجزائر حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. حضر هذه المقابلة والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نذير العرباوي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد وسفير الجزائر في تونس. خلال هذه الزيارة اللي انطلقت البارح وتتواصل اليوم، زاد نلقاو جملة من الاتفاقيات. حكينا على الاتفاقيات هذه في الفيديو اللي فات، 26 اتفاقية تم توقيعها بين تونس والجزائر على هامش هذه الزيارة. رئيس الحكومة كان يترأس وفد رفيع المستوى في جملة من الوزراء، ورئيس منظمة الأعراف سمير مجول كيف كيف، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أكدت خلال لقائها وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، أكدت الوزيرة ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي من شأنها أن تمثل حاجز أمام التجارة البينية من خلال تعيين نقطتي اتصال وطنيتين عن طريق وزارتي تجارة البلدين لمعالجة مختلف الإشكاليات الإجرائية والفنية اللي تعيق انسيابية السلع. هذا جاء على هامش الدورة 22 للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية، واللي كانت انطلقت البارحة 3 أكتوبر بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن. وشدت الوزيرة على التسريع في فتح مفاوضات ثنائية قبل نهاية هذه السنة لتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي. من جهته أكد الوزير الجزائري ضرورة تفعيل نشاط الغرفة التجارية المشتركة التونسية الجزائرية لما لها من دور في مزيد تشبيك المصالح وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، كما ثمنوا زاد الأطراف الزوز مخرجات المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري اللي تم تنظيمه على هامش هذه اللجنة ومختلف الفعاليات المرافقة، خاصة اللقاءات المهنية الثنائية اللي شملت عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية والفلاحة والصناعات الإلكترونية والميكانيكية والخدمات. وأسفرت أشغال اللجنة العليا المشتركة عن توقيع 26 اتفاقية في عدد من المجالات، منها برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك ومراقبة السوق واتفاق للاعتراف المتبادل بالشهادات المطابقة اللي من شأنها أن يساهم في تعزيز المبادلات البينية وتطويرها. في آخر المستجدات القضائية، هيئة الدفاع على السياسيين الموقوفين أفادت بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استنطاق عضو هيئة الدفاع الأستاذ العيشي الهمامي في إطار ما يعرف بقضية التآمر، وذلك يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. الهيئة دعت في بلاغ لها أصدرته اليوم
دعت المحامين للتجند والحضور في جلسة الاستنطاق لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية مفبركة تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة أثرتها السلطة ضد معارضين ديمقراطيين من مختلف التوجهات الإيديولوجية والسياسية، وذلك على خلفية ممارستهم لحرياتهم حسب نص البلاغ. البنك الإفريقي للتنمية يعين مديرة إقليمية جديدة لتونس. أعلن البنك الإفريقي للتنمية اليوم الأربعاء عن تعيين مالين بلومبورغ، وهي سويدية الجنسية، مديرة إقليمية لتونس، بالإضافة إلى منصبها الحالية كنائبة للمدير العام لشمال إفريقيا ومديرة إقليمية لليبيا وموريتانيا. بلومبورغ تعد حسب بلاغ البنك الإفريقي للتنمية تعد خبيرة متمرسة في تمويل التنمية، فضلا على تمتعها بخبرة تزيد عن 25 عام، وعملت على نطاق واسع في حوار السياسات وإدارة المحافظ والمشاريع والخدمات الاستشارية وتعبئة الموارد والتواصل في كل من القطاعين العمومي والخاص، وقامت من خلال الدبلوماسية المالية ببناء حياتها المهنية من البنك الأفريقي للتنمية حول الشراكات من الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة على نطاق واسع لزيادة التمويل والاستثمارات من أجل التحول في إفريقيا. وانضمت زادة كيف كيف بلومبورغ إلى البنك عام 2008 كأخصائية في الإدارة المالية في إدارة المياه والصرف الصحي، لترأس فيما بعد قسمها اللي غطي غرب ووسط إفريقيا. وشغلت بلومبورغ في السابق منصب مديرة البنك في مصر، وأدارت محفظة بقيمة 3 مليار دولار. كما زادة عملت أيضا في إدارة الزراعة والأعمال الزراعية مع التركيز على تمويل المناخ، وشمل عملها مناطق إفريقيا الخمس في مجال تطوير الأعمال وهيكلة المشاريع الاستثمارية المبتكرة والمبادرات الخاصة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على عدة ملفات، التركيز على البنية التحتية بالخصوص. و الحقيقة عندها سيفي ثري وثري جدا، وخدمت في برشا مجالات، وقدمت الإضافة وخبيرة وأخصائية مهمة جدا. وقالت في تصريحات لها تعليقا على تعيينها، قالت: بصفتي مديرة إقليمية لتونس أتطلع إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البنك الإفريقي للتنمية وتونس وتوسيع نطاق دعم البنك، حسب تعبيرها.